مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامج ملامح، خليكم معانا وتابعونا. مشاهدينا اهلا بيكم مره ثانيه. الرياضه حاجه مهمه جدا، وعلشان كده دايما بنطالب ان احنا دايما كبار او صغار نلعب رياضه، يبقى يومنا لازم يبقى بيتخللوا او يتضمنوا لعبه رياضه وحركه في اليوم. النهارده من داخل احدى المدارس معانا ضيفتنا، ضيفه الحلقه استاذه مارتينا، هنتكلم عن لعبه الجمباز. هي رياضه. اهلا بيك يا استاذه. اهلا وسهلا بحضرتك. هي لعبة جمباز بس تندرج تحت مسمى رياضة. هي رياضة الجمباز اصلا رياضة من يعني قديمة جدا، من ايام الفراعنة وكده. كانوا زمان المصريين القدماء بيستخدموها في الحروب، كانوا في مثلا اكتساب الغذاء بتاعهم، الطعام بتاعهم، التسلق على الاشجار وكده. بعد كده بدات اللعبه تتدرج، انتشرت خالص. جينا بعد كده هنا في الصعيد من فتره قريبه، يعني مش من وقت كبير خالص، بدات اللعبه لا تاخد حقها. الاول كان الناس بتيجي على اساس اللي هو مجرد بتنزل ولادها، هدف مثلا ان هو جاي كفاني وكده، مش هدف بطوله. مسؤوله عن المكان هنا وعن تدريب اللعبه. انا اصلا بدرب اللعبه لي 4 سنين. في الاول كان هدفنا مجرد تدريب ولاد وكده، بس لا يعني فكرنا ان احنا نشارك، ندخل في بطولات ومسابقات. انا كليه تربيه رياضيه جامعه جنوب الوادي، مضمون. عامله دبلومه في الاصابات قسم علوم صحه، وتمهيدي ماجستير اصابات وعلوم صحه. احنا لو حبينا نعرف لعبه الجمباز للمشاهدين، يعني ايه جمباز؟ الجمباز هي اصلا لعبه بتعتمد على فيها كل عناصر اللياقه البدنيه، رشاقه ومرونه، وفيها توافق عضلي عصبي. لعبه الجمباز هي اللعبه اللي بتهيئ الطفل لاي ممارسه رياضه او لعبه اخرى تاني. الطفل المفروض يعني السن المناسب لبدء اللعبه او التدريب على اللعبه بيبقى قد ايه؟ المفروض علشان خاطر الطفل لما يجي بعد كده ما يعانيش، او يبقى الموضوع مفهوش صعوبه عليه، يعني يبدا من سن 3 سنين. طب هيستوعب الطفل؟ مع حضرتك في البدايه بيبقى بنشتغل على تقويه عضلات الجسم، وفي اطفال بتيجي هي اصلا يعني عندها لياقه عاليه، فهم حابين ان هم يعملوا مهارات. هم مش بتبقي عارفه الطفل يعني من شكل الطفل وحركاته، بتعرفي ان عنده لياقه او ما عندوش. ولما بيكلموني مثلا اولياء الامور وكده، اللي هم بيقولوا لي مثلا احنا الولاد لا بيتحركوا كتير في البيت، احنا شايفين ان هم لا مثلا ان هم لسه صغيرين، مش عارفين ان هم مثلا رياضه معينه هم حابين يشتركوا فيها، بس اولياء الامور بيساعدوهم على المكان مثلا اللي هو حابين هيكملوا فيه، او الرياضه اللي كملوا فيها. فلما بيجوا هم في البدايه مش عارفين يبقوا حاجه، في منهم اللي هو عارف مثلا اللي هو السن الكبير ان هو عايز يبقى يتدرب جمباز ويبقى بطل وكده، الصغيرين لا اللي هو انا عايز اعمل حركات، عايز حركه وخلاص، عايز اعمل حركات وكده، عايز اتشقلب اتنطط كده، لكن هو لسه مش مدرك ان هو لا مثلا هندخل مسابقه وندخل بطوله، او اللي هي مثلا لا في مهارات هنشتغل عليها وكده. بيبقى طبعا لا مش اي حد بيتقبل مثلا في الجمباز. لاعب الجمباز نفسه ليه مواصفات. بصي لازم يعتمد على الرشاقة في الجسم، بيكون عنده توافق عضلي عصبي الاثنين مع بعض، حابب، أهم حاجة يبقى حابب اللعبة.
الجمباز الحركات صعبة جدا على الطفل، يعني أنا بخاف من المنظر صراحة، فهل الطفل بيقدر يستحمل الكلام؟ هي اللي بيشوف من بره فتح الحوض والحاجات دي، اللي بيشوف من بره الموضوع بيشوف ان هو مثلا صعب وكده، بس مش في يوم وليله بنوصل للمستوى ده، ان احنا يعني اللعبه بتاخد وقت، وكل طفل بيختلف عن التاني في لياقه جسمه. في اطفال لا، مرونه جسمها والاطالات بتاعه جسمها لا حلوه خالص. في ناس تاني بيبقى مثلا جسمها لا محتاج شغل اكتر. محتاج شغل ولا ما ينفعش خالص؟ لا احنا مش بنقول ما ينفعش خالص، في حاله ما ينفعش خالص لو هو بيبقى رافض، لو هو لا خلاص مثلا اي جسم ينفع مع التدريب. بالتدريب في ناس مثلا بتيجي بقى وزنها مثلا زياده شويه، بنشتغل فتره فتنس بنشد عضلات الجسم وكده، وبعد كده بيدخلوا مهارات. في ناس عايز اقول لك ساعات بتبقى جسمها مثلا مليان شويه، بس لا علشان هو عايز وبيبقى عنده لا عزيمه وبيساعدني في الفتنس وكده، وبيجيب المهارات اللي هو بيجيبها للطفل التاني، مش بتبقى بنسبه مثلا 90% زي اللي هو مثلا الاقل شويه في الجسم، بس لا مع التمرين وكده وهو علشان عايز لا بيوصل لمستوى حلو. شايفه ما شاء الله الاطفال اعمارهم مختلفه واجسامهم مختلفه، الاداء بيبقى واحد ولا بيبقى بيختلف من طفل؟ لا طبعا بيختلف، ان زي ما قلت لحضرتك ان هو كل طفل و اليونت ومرونه. في ناس مثلا بتاخد المهاره من اول حركه في اول مثلا تمرين في اول كلاس بيبقوا تمام بيجيبوها، في حد تاني ممكن بنستنى كلاس او اتنين علشان خاطر المهاره تيجي، في حد اللي هو لا مثلا لا هنشتغل شويه، ومثلا ساعتين للتمرين او الساعه اللي بناخدها مش بتبقى كافيه، لازم هو يشتغل في البيت. بيتدربوا قد ايه في الاسبوع، كام يوم وكام ساعه في هما بيجوا مرتين في الاسبوع؟ التدريب العادي مش البطولات وكده، مده التدريب بتبقى ساعه بس، دايما بندخل في ساعه ونص مش بتبقى ساعه بالظبط. بتوع البطولات اللي هما بيشتغلوا من ساعه ونص لساعتين. بطولات المكان هنا قصر على طلبه المدرسه ولا بيبقى في حد من بره؟ لا اي حد بيجي هنا بيحب ان هو يشارك معانا. حد ممكن يشارك او يشترك؟ لا مش المدرسه بس، ان هم يعني مش كلهم من المدرسه هنا، في منهم من مدارس تاني. طيب البطولات حضرتك بتقولي ان بتختلف عدد ساعات التدريب بالنسبه للبطولات، عايزين نعرف برضو بقالكم 4 سنين فاتحين المكان. انا لما بدات ليا 4 سنين. بس هو هنا قبل ال4 سنين؟ هنا في المدرسه 3 سنين. ايه البطولات اللي خدوها؟ هي كانت اول لاعبه من الصعيد هنا، يعني هي يعتبر اللي فتحت الباب يعني، والناس بيت لا من المدرسه والانديه اللي بره والاماكن اللي بره. كانت مورين سمير. هي طالبه كانت في المدرسه هنا ولا في مدرسه بره؟ لا هي في مدرسه بره. هي في مدرسه بره، بس كانت هي اول بنت هنا في الصعيد في محافظه الاقصر كانت دخلت بطوله جمهوريه الجمباز. هي اول بطوله بتبقى كاس مصر، هي الجمباز اللي هي دخلته كان جمباز الايروبيك. مورين بدات كانت بتلعب من هي وعندها 4 سنين، خدت فترة يعني في الأول ما كانتش من أول ما بدأت معايا، كانت مع مدربين وكده، جت بعد كده معايا قعدت سنتين بس، فاللي هو لما شفتها وكده فاللي هو قلنا يعني طب ما نجرب البطولة ونشوف. مامتها بتحت نفسك بتقولي يا ريت أو أنا عايزة حاجة زي كده، ففضلنا نسأل. الموضوع كان صعب في البداية إن ما فيش في الصعيد هنا اتحاد للجمباز نفسه، فدايما بيبقى غريبة علينا اللعبة نفسها. يعني انا كمدربه يعني انا درست الجمباز في الجامعه وكده، ولقيت يعني كانوا اصحابي وكده شجعوني ان انا ابدا في اللعبه نفسها كتدريب. جيت بعد كده اللي هو بدات، وكنت بدأت مثلا بتابع مدربين اليوتيوب قنوات، كنت ببحث كتير يعني علشان اتمكن اكتر من اللعبه نفسها واشوف المهارات بتاعتها. فالبداية كان الموضوع لا يعني كان صعب شوية علشان نوصل مثلا لجو البطولة. الصعوبة كانت فين؟ تدريب الأهالي نفسهم ولا في الأطفال؟
لا يعني انا مريم بالنسبه لي مامتها كانت بتقولي انا مش معترضه في حاجه، يعني انا معاكي في اي حاجه. لما دورت وكده لقيت كان في كابتن اسمه مصطفى زغلول من سوهاج، اول واحد في الصعيد هو كان بيدخل البطولات، فتواصلت معاه وكده وقلت له ان انا معايا لاعبه وانا محافظه الاقصر وعايزه انزل بيها بطوله جمهوريه. انا يعتبر رايحه بالبنت كانت جاهزه لياقه بدنيه ومهارات. يعني كانت تتدرب ولا؟ هي كانت شغاله معايا، ولما رحنا بعد كده اللي هو تعرفت عليه وكده راح قال لي خلاص ماشي، ودخلنا عرفنا بعد كده ان الموضوع نفسه لا في حاجات تاني من جوه كتير، يعني التدريبات نفسها تختلف، المهارات تختلف. البطولة ليها تدريبات مختلفة وليها مهارات مختلفة غير اللي احنا بنيجي نتدرب ساعة ولا ساعتين. يعني فن يعتبر. موضوع البطولة طالما خلاص يعني الشخص هدف البطولة وكده بيبقى لا يدخل في الجد بقى. بصي كل حاجة زي ما بقولك كده ليها حساب، الأكل الشرب النوم نظام حياته كلها، فكرة التدريبات نفسها بيبقى في مجهود شوية زيادة في التدريب نفسه، مريم تركيز اكتر، تركيز اكتر ان هو هدفه ان هو مش عايز يروح يجيب مثلا شهاده مشاركه ويرجع، لا ده عايز يجيب ميداليه وتبقى جولد كمان، مش هجيب فضه ولا برونز. فالموضوع كان نفسه في الاول لا انا كنت كمدرب اللي هو شفت ان هو في صعوبه ان انا حد من الصعيد وفي البدايه ما كنتش فاهمه حاجه، الموضوع كان جديد عليا وكده، فكنت متابعة مع المدرب كانت بتروح تتمرن معاه وترجع، كنت أنا متابعة هنا في الشغل برضو. جت أول بطولة دخلتها كانت بطولة كاس مصر لجمباز الأيروبيك المحترفين، يعتبر لما دخلنا يعني كان مدة صغيرة جدا، لما رحت يعني وسجلت وكده كان تقريبا مدة شهرين، فاشتغلنا كتير يعني كنا بننزل كتير وقت كتير، يعني بصي الموضوع كان صعب ان احنا كنا بنسافر سوهاج وهنا، وجينا في الفتره الاخيره كنا بنروح القاهره اول مره يعني الحمد لله. كانت في سنه كام؟ كانت خمسه ابتدائي. حاليا هي دلوقتي سنه سته اللي هي ان شاء الله البطوله بتاعتها كمان شهر اللي هتنزل فيها. فاول بطوله خدت مركز تاني يعني ميداليه فضيه. كانت محاوله كانت جميله جدا، تجربه كويسه برضه. وان هي اول مره ناخد حاجه زي كده ونطلع فيها بمركز تاني. يعني هي كانت فرق حاجه بسيطه جدا عن مركز اول، برضو كان عندها شويه توتر وكده، بس الموضوع لا تمام. جينا ان شاء الله يعني بعد كده البطوله الثانيه لا خدنا فيها مركز اول ذهب. بطوله الجمهوريه، وبطوله الجمهوريه دايما بتبقى اصعب من كاس مصر اللي هي البطوله الاولى بس. وبعد كده المجال اتفتح اللي هو لا الناس لا احنا عايزين مش عايزين جو تدريب بس، احنا عايزين لا ننزل ونشارك في الاتحاد ونسجل ونجيب ميداليات وبطولات. فكره ان ولي الامر يبقى ابنه بطل جمهوري طبعا حاجه كويسه. طبعا وكمان النموذج اللي حضرتك بتحكي فيه بيدي تشجيع للاهالي ان ممكن ليه ابني او بنتي ممكن يبقى في المكان ده نفسه. حضرتك ذكرت اني قلتي في جمباز ايروبيك. في انواع هو الجمباز نفسه في كذا نوع، ستة انواع. فاول حاجه بنبدا لما بنيجي نبدا مثلا الطفل جاي اول مره وكده بيبقوا يعني مش هو بيبقى مش عارف حاجه، فبنبدا معاه حاجه اسمها تاسيس مدارس، بنشتغل على لياقه جسمه والحركات الاساسيه بتاعه الجمباز. بعد كده احنا في الصعيد هنا النوعين اللي شغالين عليهم الجمباز الفني والجمباز الايروبيك موجودين هنا في الصعيد. ده اللي احنا حاليا بنشتغل عليهم واللي كذا مكان بداوا ينزلوا فيه بطولات. في بعد كده في القاهره ايه الفرق بينهم بقى الفني الجمباز الفني بيعتمد على الاجهزه،
في جزء في اجهزه مع الجمله اللي هو بيشتغلها في البطوله. جمباز الايروبيك لا ما بيبقاش فيه اجهزه، بيبقى كله على الجمله اللي هو بيشتغل عليها والاجباريات اللي هو بيشتغل عليها. حاجات كل حاجه بتختلف، الاجباريات وكل مرحله سنيه برضو ليها الشغل بتاعها. الاجباريات بتبقى واحده بس تختلف مثلا من مرحله سنيه للمرحله الثانيه، في مثلا تحت السته تحت السبعه، وحتى لما بيجوا ينزلوا الاتحاد وكده البطوله بتاعتهم لا مش كلهم بينزلوا مع بعض، مش المراحل كلها مع بعض. الاتحاد بينزل جدول وبتتعمل قرعه في الاول، اللي هم ان الجمباز الفني في تحت الست سنين، في كمان فني رجال وفني انسات. ان شاء الله البطوله بتاعت فني رجال السنه دي هتبدا يوم 31/8 اول بطوله. انا شايفه معظم اللي موجودين بنوتات، مفيش صبيان؟ هو انا كنت شغاله، هو لا اللعبه نفسها فيها صبيان يعني بينزلوا يتمرنوا. بس انا مش عارفه ليه اللعبه دي ترمي على البنات اكتر. اكتر احنا هنا في الصعيد مايله للبنات اكتر، حاسيها بنوتات شويه. لكن في الاكاديميات في القاهره وكده لا بيبقى في صبيان وبيبقى ليهم مدربين برضو، وفي مدربين بنات بتشتغل معاهم. طب احنا بقى شغالين الفتره دي على ايه؟ يعني في دورات هندخلها، في بطولات هندخلها ان شاء الله. اول بطوله معانا في شهر 9 دول فني انسات تحت الست سنين صغيرين، بس لسه الاتحاد اول يوم 8/9 هينزل القرعه اللي هتتعمل عشان نعرف الميعاد بالظبط هيكون امتى، والمكان هو في القاهره بس برضه الاتحاد هو اللي هيحدد لنا فين. بتبقى في القاهرة ولكن لا البطولات ما بتبقاش في الصعيد، بتبقى احنا بنسافر القاهرة. يعني في البدايه كانوا متقبلين اللعبه دي ولا؟ هو بصي دايما بيكون في صعوبه في البدايه، يعني اللي واجهتيها مع اولياء الامور ان هم عادي البنوته تتشقلب وكده يعني؟ هي اول حاجه بيبقى اي ولي امر بيجي يسال عليها فكره اللي هو مثلا لما يجي التمرينات نفسها الحوض والبرجر والحاجات دي، يعني الامهات بتبقى موجوده هو والاطفال بيتدربوا ولا لا ما يبقوش موجودين؟ هم لا هم لما بشوفهم بيبقوا مقلقين خالص وقلقانين من الحركات لا بخليهم يحضروا السيشن كله، وعلشان خاطر يتابعوا معايا مثلا في البيت في التدريب يبقى عارفين الطفل مثلا واصل فين. ما هو زي ما قلت لحضرتك ساعه التمرين او الساعتين اللي بناخدهم هنا مش كفايه، لازم طب ما هو ولي الامر لازم يبقى عارف احنا التوجيهات اللي انت بتديها لولي الامر عشان يبقى متابعه في البيت. هم بيجوا بيحضروا معايا في التمرين نفسه بيعرفوا المهارات اللي احنا اشتغلناها ايه، وفي البيت بيشتغلوا عليها اللي هو على الاقل مثلا في اليوم ربع ساعه، لو ربع ساعه في اليوم مرتين في الاسبوع لا هيبقى في فرق، ان احنا فتره الاجازه كده كده قاعدين بدل ما احنا نمسك الموبايل والتلفزيون وكده، هو يعني هو بيجي لعبه اصلا حاببها فلا نشتغل في البيت، وبيبقى دايما في فرق الطفل اللي بيشتغل في البيت وبيجي يكمل في التمرين وفي اللي هو بيجي للتمرين بس. يعني دايما الطفل يبقى على استعداد، يبقى التدريب حتى في البيت بيخلي الجسم في ليونه تقريبا. بصي ليونه، وبيبقى حتى في رشاقه في الجسم، يعني بتدي لهم مثلا توجيهات في اكل معين في حركات معينه بالظبط. الاكل يعني دايما بنقول بعد التمرين ما ينفعش تاكل حاجه حلوه، ان انت كده يعني هتلعب في هرمونات الجسم ما ينفعش، وقبل التمرين قبل ما تيجي بساعه او اتنين تكون في اكل وكده يكون الطفل واكل، ويفضل ان هو مثلا يبقى فاكهه يا اما مثلا لو هياكل اكل وكده مثلا يبقى قبلها مثلا بساعتين. دايما لما بيجوا مجموعه جديد او كده لا بننبه في الاول طالما انت جاي وعايز جمباز، ان الجمباز دايما بيعوز رشاقه، بيبقى عايز خفه في التمرين نفسه
اي حاجه من بره، اكل من السوبر ماركت لا ممنوع، الحاجات اللي هي غير صحيه لا بلاش، يعني نخلي دايما اكلنا من البيت، الوجبات اللي بتتجاب من بره وكده لا. احنا ممكن اللي هو مثلا بنخلي يوم كده مثلا ري مثلا او مثلا نبدا، ما هو مش هيمنع من اول مره، مش هيمنع، بس في اللي هو بيجي لا في البدايه بيبقى لا مثلا بيكون في عك في الاكل وكده من بره، بيجي اللي هو لا خلاص طالما هو علشان حابب فهو هيديكي، اللي هو خلاص يجي مثلا يا كابتن احنا لا انا خلاص مش هجيب حاجه من السوبر ماركت، مثلا مش هجيب شوكولاته ولا اي حاجه تانية، مش هشرب عصير، هخلي ماما تعمل. يعني لعب الرياضه بشكل عام حاجه كويسه صحيا وبدنيا وفكريا، فاحنا لازم نشجع اولادنا ان هم يبقى في حاجه كده رياضه في يومهم، بحيث ان هم يبعدوا عن الحاجات للاسف المأكولات اللي مش كويسه، عن التليفونات اللي دايما في ايديهم. يعني دايما احنا بنقول لا، يعني دايما بننصح اولياء الامور في البيت اللي هو لا اهتم باكل الفاكهه الخضار، دايما بيجوا اللي هو مثلا يا كابتن لا اللبن ما بيشربش، زبادي لا، فاللي هو بنشوف الحاجات دي اللي هو لا انت لو عايز تبقى قوي وتبقى بطل هتهتم ان انت تاكل حاجات صحيه، والحاجات دي هتخليك قوي، هتخليك لا تدخل بطوله، فبندي حاجات تشجيعيه اللي هو لا بيبقى اللي هو مثلا لو ما اكلتش النهارده لا انت كده هتبقى وحش، هيبقى جسمك ضعيف، ما ينفعش يبقى مثلا صاحبك وزميلك اللي هو يبقى اقوى منك في اللعبه، فبيبقى عندهم نوع من الغيره اللي هو لا من التنافس كمان، التنافس ان هو انا عايز ابقى الافضل، فدايما بنشوف دي في كتير اللي هو كان حاجات كتير منعها صحيه بس لا اتعودوا عليها. بيتعود اطفالنا على كل حاجه صحيه من اول ان هم الاكل الصحي، يعني يبقى عندهم كده فكر الاكل الصحي ده في حد ذاته فكره كويسه جدا. عايزه اقول لك وخاصه لما بيجي يمارس رياضه وكده لا بيفرق معاه، وبيبان اللي هو الطفل اللي هو مثلا معتمد اغلب اكله بيبقى غير صحي، عضلاته بتبقى ضعيفه، جسمه مهزوز، مش قادر يعني حتى الحركه او المهاره لما بنيجي بنعملها بيبقى في صعوبه فيها. انا بمناسبه كلامك ده عايزاكي توجهي نصيحه لاولياء الامور، لان للاسف لاولياء الامور بيسيبوا اولادهم للسوبر ماركت فلوس ويروح سوبر ماركت يجيب اي حاجه كلها مواد صناعيه، عايزين من حضرتك كلمه توجهيها لاولياء الامور، الاطفال الصغيرين دول المفروض نتعامل معاهم ازاي في الاكل في البيت؟ بصي هو فعلا بيبقى في مشكله في ده، يعني هو ما فيش ولي امر بيبخل على ابنه، بس لو احنا بنضره مش محتاجين احنا هي الفكره في كده، هم مش بيبقى عندهم وعي كامل ان مش اي حاجه يتقال عليها لا نجيبها من السوبر ماركت. يعني انا كان يجيني اطفال بنعاني بعد كده اللي هو لا انا دخلوا معايا مثلا في مرحله انيميا، يعني اغلب الوقت معاهم لا اكلهم من بره، من بره مش صحي، لا بوت حافظه للاسف. لما بيجي في التمرين هو عايز يبقى زي زميله بس مش قادر، فاحنا بنقول يا جماعه لا اهتم ان يعني انت ما هي الفلوس اللي بتضيع في والحاجات المش صحيه جيب بيها فاكهه، الفاكهه خضار، اي حاجه فيها منتجات البان، انا مش بمنع مثلا شوكولاته او الحاجات دي بناخد بس حاجات بنسب، يعني مش بنمنع مثلا اي حاجه حلوه ولا تبقاش الاساس، بس مش اللي هو مثلا يجيني طفل مامته تقول لي هي مثلا اعتمادها كله لا، لازم في اليوم ناكل حاجات حلوه لازم، فلا يعني بنلاقي بعد كده في بندخل بنلعب في هرمونات الجسم في الغده نفسها، فانت بتبوظي حاجه تاني، فالمفروض ده ربنا جسمنا ده يعني وزن مدهولنا نحافظ عليه، وان انا كده انا باذي الطفل، يعني انا مش علشان هو لا بيصمم او اللي هو انا عايز ده فاللي هو لا انا اعمل ده، انبهه اقول له مثلا ده مش صح، لا مثلا ما انا لو بدات معاه واحده واحده هو بالكلام هو ابدا معاه مثلا افهمه ده في الاول الفاكهه وكده، لا ما انا اعوض الحاجات اللي هي مش صحيه بالفاكهه
وفي اطفال كتير لا يقول لك انا مش باكل فاكهه ما باكلش خضار، وما ينفعش يبقى لاعب وبطل يمنع، لازم اي عناصر لياقه بدنيه الجسم كله يبقى بيحتاجها من خضار من فاكهه. بشكل عام احنا لازم يبقى في يعني حياتنا حياه صحيه، يبقى في تدريبات، بنلعب رياضه، بناكل اكل صحي، نبعد اولادنا عن التليفون اللي دايما في ايديهم. ده دي مشكله كبيرة. مشكله يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي او العصر اللي احنا بينا فيه، يعني معلش انا يعني بلاحظ اولياء امور كتير في اهمال في الموضوع ده بسبب ان هي مثلا مضغوطه في الشغل او غيره، تليفونها للطفل وسيب تشتغل الطفل في الموبايل مش عارفه يومه ازاي، مش عارفه هو بيعمل ايه، بنلاقي ندخل يعني ندخل في مراحل بعد كده لا صعبه، وبيبقى فيها السبب الاذى اللي جه للطفل من ولي الامر، هو يعني مش عارف حاجه، هو يعني هو عايز التليفون، فبندخل بعد كده هو بيبقى في عالم تاني، هو يعني مش عارف يطلع منه، مش عارف يسيطر على نفسه. الام اسهل حاجه عندنا هي بترمي التليفون للطفل وتدخل المطبخ تخلص الحاجه، او مثلا يبقى وراها شغل او كده، فاحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يا جماعه، لازم نهتم بالاطفال، يعني الاطفال دول هم يعني صناعه البيت، الطفل صناعة بيته، هيطلع طفل رياضي مهندم منسق أكل صحي، في رياضة بيلعبها في حياته من البيت، هيطلع طفل كسول ما عندوش هدف غير أنه هو يبص في التليفون والنت وكلام برضه من البيت. فإحنا بنوجه رسالة من خلالك لأولياء الأمور لازم يهتموا بأطفالنا، ونرجع تاني ل يعني الألعاب العادية بتاعتنا، يعني أنا عايزة نرجع لزمان، زمان كان أفضل طبعا، ما كانش يعني عايز اقول لك يعني حتى التعامل دلوقتي بين ولي الامر والطفل نفسه بقي فيه صعوبه، يعني من كتر ان هو منغلق في عالم السوشيال ميديا في حاجات كتير حواليه لا مفروض يبقى هو عارفها، يعني بتلاقي دخلنا في قصه التوحد يا فرط حركه، واكتر فتره الفتره دي احنا بنعاني من ده، يعني بنلاقي اولياء امور كتير بندور ونجري على جلسات تخاطب، طب ما انا اهتم باني الوقت اقعد مع طفلي واتكلم معاه، اجي ابسط حاجه بدل التليفون، في العاب كتير حاجات بتتفك وتتركب بتنمي ذكاء مهاره، انزل تمرين، هو لو انا شايفه ابني عنده مثلا زيادة في حركته أو كده أنزل كذا تمرين، ما هيطلع الطاقة اللي جواه، الباور اللي عنده ده في الألعاب اللي هو بينزلها. يمكن أنا طبعا الكلام في الموضوع ده مش هيبقى محتاج حلقة واحدة، يعني إحنا بجد عايزين إحنا كأولياء أمور نعرف يعني الحاجة الصح اللي المفروض تتعمل للأطفال. في نهاية كلامي أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله دايما بالتوفيق، ونبقى معاكم بإذن الله في البطولات الجاية إن شاء الله. شكرا لك. مبسوطة اللي تعرفت على حضرتك، وشرف لينا إن النهاردة كنت معانا. مشاهدينا بشكر ضيفتي في حلقتي النهاردة، وبشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.